إلي أول شيء مبروك جائزة البابليك فوت. حبينا إحنا ثرو بنك أوف بيروت نعطيك إكسبوجر على السوشيال ميديا وتخبرنا شوي أكثر على الإكسبيرينس تبعك بهالفستيفال وتخبرنا شوي أكثر عن الفيلم تبعك فلاي ماي لوف. أوكي ميرسي. الموفي تبعي اسمه فور مون أمور يعني فلاي ماي لوف، بيحكي عن أم وابنها بفوتوا بتونال ومن وراء التونال بيصير شيء، بنكتشف شيء صاير معهم اللي هي العلاقة بيناتهم وبينتهي بخلاصة. بس الخلاصة طبعاً يعني اللي بيحضر الموفي بيعرف شو قصدي. فهمت عليك. أول شيء ليش اخترت هل سبجكت بالتحديد أم وابنة؟ نحن دائماً بيقولونا بالجامعة أنه نعمل شيء ننطلق منه نحن، فهذا الموفي it's personal it's about me يعني عني وعن أمي، بس أنه أكيد مبهر وملح شيء كمان لأنه للدراماتورجية تبع الموفي، بس it's inspired منه. هلا انا عم بحضر الفيلم حسيته كانه دريم لايك سيكونس، يعني حسيت انه نوعا ما عم بحضر حلم، يمكن حتى الاتموسفير حسيت هيك شوي دارك، قاعدين يمكن بمحل غامض جدا مسكر. ليش اخترت هالابروتش بالتحديد؟ لانه كان بدي الفرجة هالعلاقه بيناتهم اللي هي كتير مسكرين على بعضهم بس نفس الوقت مفتوحين، يعني نفس الوقت هن فري بس مش عارفين هذا الشيء. واخترت مطرح ضيق اللي هو ويكلو، يعني مطرح واحد، مش لانه حبيت احطهم بمطرح واحد، لانه هيدا هالاوضه اللي هي اوضه القعده بتمثل حياتهم بمرحله 20 سنه، مش انه يعني هي سامبول الاوضه تبعهم، مش انه صارت الايفنتس بنهار نهارين، هي عم نحكي فتره 20 سنه عمره هو للصبي. انا كان بدي اسالك كمان، في مشاهد بتحس في ببين هالحنان بين الام وابنها، وفي مشاهد تانية بنحس في نوع من مش كراهيه بس انه في هالكلاش ايام بيصيروا مثل ما بيصير عاده مع ام وابنها. وفي مقطع هذا لفت لي نظري، بيكونوا اثنيناتهم عم يركضوا تحت الشتاء وبتموت الام. هلا هل كان هيدا حلم؟ شو بيعني اكثر هيدا؟ شو السيمبول كان من وراء هيدا المشهد؟ هيدا المشهد كانت الرؤية لأنهم اثنيناتهم عم بتصير نفس الوقت، من كانوا تليباتي، هي فهمت عليه هو شو بده وهو فهم عليها. فبالنهاية الداث تبع الأم هو مش انه جسديا رح تموت، هيدا شيء معنا نفسيا، يعني انه هو خلص رح يفل ورح يوصل لمرحلة رح يفل. وهذا كان جرب وصلك عليه التايتل تبع الفيلم تبعك هو فون مان أمور، بيعني فلاي ماي لوف، يعني at some point نحن كأولاد كمان بدنا نترك الأهل ونضطر نكون independent 100%. وهذا اللي أنا حبيته كتير بالفيلم، يعني يمكن عم نحكي كنا قبل الهواء أنه سيمبوليك الفيلم كتير ومش ناقع، أنا يمكن حضرته مرتين وهيك حبيت حل المشاهد فيه، وهذا اللي خليه بتصور يربح كمان جائزة الببليك. حبيت أسألك إلي، أنت كيف تحس اتجاه الكارير تبعك رايح؟ حتكفي تعمل فيكشن ولا حتروح يمكن اتجاه تاني كليا؟ انا هلا اول سنه ماستر بالجامعه اللبنانيه، اول سنه بيفتحوها، وتخصصت بالاخراج، كان في اما نعمل دي بي او مخرجين، فانا بالاخراج هلا. بيرفكت بيرفكت. سؤال تاني كمان، سؤال رابع يمكن بسألك. اذا كانت الجائزة انه تنقي مخرج واحد يحضر الفيلم تبعك، في يكون لبناني في يكون انترناشونال، مين بتختار؟ صراحة انا كتير بحب تيم بيرتون، هو هيز ان امريكان دايركتور، واول شيء واعي بالحياة اني حاضره كان لتيم بيرتون. اول موفي بالسينما بحضره كان لتيم بيرتون، اول موفي كان سليبي هولو على VHS، كان أول موفي بالسينما كان تشارلي أند تشوكلت فاكتوري. وبحس الموفي تبعي شو، يعني أنا كتير أنسبيري من الجيرمن سينما، وتيم بيرتون إلي أنسبيري من الجيرمن سينما، فحلم إنه يحضر لي فيلم أكيد. بركي بنك أوف بيروت محقق لك على الحلم.